سعداء باش يكون التنزيل الفعلي لهذا المشروع من خلال إطلاق عملية تشاور موسعة مع فعاليات المجتمع المدني. اليوم كان عندنا لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني بمقاطعة عين الشق، تيجي في إطار برنامج ديال رمضانية عين الشق في النسخة ديالها الثامنة اللي تتحمل شعار العمل الجماعي والجمعوي رافع البناء والتنمية. اليوم اللقاء ديالنا الأولي تحضيري مع فعالية المجتمع المدني، الحمد لله كان لقاء اللي هو غني، كان لقاء اللي دام أكثر من 4 ساعات ديال النقاش وديال التداول. ما كانش عندنا مشكل أننا نسمعوا المداخلات، يعني كانت أكثر من 36، حوالي تقريبا 36 مداخلة اللي كانت كلها كتحمل توصيات، كتحمل مقترحات، كتحمل انتقادات، كتحمل تساؤلات، اللي تعافت فعلنا معها يعني بإيجابية كبيرة جدا، وخصوصا أنه المجتمع المدني في مقاطعة ديال عين الشق، المجتمع المدني بصفة عامة هو فعلا واحد الشريك أساسي، يجب أنه العلاقة بين مجالس المنتخب والمجتمع المدني علاقة تكون متوازنة وتكون مؤسسة، يعني يجب مؤسسة العلاقة مع المجتمع المدني باش تكون علاقة منتجة بعيدا على المزايدات، بعيدا على التوظيف اللي هو ما كيخدمش المصلحة العامة. لقاء هذا أولي تحضيري، من بعد غادي تكون لقاءات خاصة فيها تخصص ديال المجال التوزيع الترابي وحتى ديال التخصصات ديال الجمعيات، وهي لقاءات غادي ترأسها السيد رئيس مجلس المقاطعة ديال عين الشق، ومن خلالها غادي نخرجوا واحد المجموعة ديال المقترحات وواحد المجموعة ديال البرامج ديال الشغل اللي غتكون في البرنامج الرسمي ديال 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 المقاطعة. تنشكر جميع الجمعيات اللي هي يا حضرات وتفاعلت إجابا مع هذا اللقاء هذا، وكذلك نشكر المسير ديال اللقاء سي خالد الكيراوي اللي ساهم معنا في تسيير ديال اللقاء هذا اللي كان لقاء ناجح، وكان لقاء اللي تنظن غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم بدايه خير على علاقه المجلس المنتخب ديالنا ديال عين الشق مع المجتمع المدني بتراب مقاطعه عين الشق. ربما كبنت عين الشق او لا كسيده عشت عين الشق ما يزيد عن 30 سنه، كنت دائما في اتصال مره مع جمعويين او الجمعويات هناك. الاستثناء ديال اليوم هي ان الجمعويين كلهم كانوا حاضرين تحت سقف واحد في زمان واحد ومكان واحد، وهذه انا تنهني مجلس مقاطعه عين الشق على هذه المبادره، لانه لولا هذه المبادره ما عمرهم كانوا غيتجمعوا بهذه الكيفيه هذه. يتجمعوا باش يتفقوا على حاجه وحده، لانه مثلا من 10:30 وحنا جالسين وهذه دابا 2 الصباح، النقاشات على اختلاف لغاتها وعلى اختلاف طريقه القائها وعلى اختلاف الحرقه اللي تقالت بها ولا حتى البروده ولا الاستهزاء ولا حتى المناوشات اللي تقالت بها، كلها كانت كتصب في وعاء واحد وهو الغيره والصالح والحب ديال منطقة عين الشق. أنا اللي الارتسام فين كاين عندي إلى جانب هادشي اللي قلت، وهو جودة النقاش. أنا أحيي شباب وشابات عين الشق، شيوخ وأسياد وسيدات عين الشق، لأن واحد المنهجية في النقاش، واحد التصور، واحد تسلسل، واحد سلاسة، واحد صور، وحتى الهدف من المداخلة، وحتى التأكيد على أنه تضمين ما جاء في المداخلة على أنه توصية. أنا زعما أنا جد سعيدة بهذا الشيء كامل اللي عشته، هذه الأمسية، مع العلم أنه كيف قلت كلها كانت توصيات كتكب في الصالح العام ديال منطقة عين الشق، وبطبيعة الحال كنهني مجلس مقاطعة عين الشق على هذه المبادرة، لأنه إلا جينا نشوفوا هذه راه ماشي ندولة محاضرة، وإنما هذه لقاء رسمي كان بحضور مكتب ديال مجلس المقاطعة، بحضور الكاتب، بحضور نائب الرئيس، المقعد ديال السيد الرئيس كان موجودا لولا أنه تعذر عليه الحضور، حتى المداخلات كلها سارت في اتجاه تعيب على اعضاء المجلس اللي ما حضروش، وحتى السيد نائب الرئيس كان حكيما في اجابته لما اشار بانه حنا وجهنا دعوه اللي جا راه جا وكيتحمل المسؤوليه، واللي ماشي تيتحمل المسؤوليه، اللي جا راه عبر على حسن النيه ديالو وحضر وحاضر مع الناس، اما اللي ما جاش راه كيتحمل مسؤوليته. على اي حال عوض ما يبقى كل واحد في برجه العاجي، عوض ما مجلس المقاطعة يبقى في برجه العاجي،
عوض ما عامه المواطنات والمواطنين يعيشوا التشكي ديال غلاء الاسعار، المناخ، كل اسعار المحروقات، الحياه اليوميه ديال المواطنات والمواطنين. اذا اليوم حاول مجلس مقاطعه عين الشق يدير داك التوحد، ماشي توحد وانما نقدروا نقولوا داك التقارب، وهذه يشكر عليها، لانه الا كنا بالفعل بغينا مصلحه مقاطعه عين الشق راه خصنا اللي الفوق يهبط عند اللي لتحت واللي لتحت يطلع عند اللي الفوق. وبالتالي بهذا داك التجاذب اللي كان في هذا ما يقارب 3-4 ساعات ديال الاجتماع، هو اللي كيف قال سيدنا ابراهيم بان هذا راه لقاء اولي غادي تخرج منه لجان، وهذيك اللجان اللي غيبقى يحضر فيها، واكد سيدنا ابراهيم بان الرئيس غيحضر في اللجان مجتمعه، بمعنى اليوم حضرنا واحد المخاض ديال واحد المنتوج اللي غيكون جيد لمنطقه عين الشق اللي بالفعل كتستحق حضوري كبرلمانيه. ربما ابدو انه لا دور لي في منطقه في الجهه الترابيه ديال عين الشق، باعتبار انني خاص خاصة ماشي بعدا حتى برلمانية عن محلية ديال عين الشق، وإنما برلمانية عن جهة الدار البيضاء، ولكن كبرلمانية أنا كنشوف بأنه أولا استفدت هاد الملاحظات كلها اللي سجلت، إلى جانب أنه ربما أن ما تندويش على الماء على الضوء على هذا، ولكن القضايا الكبرى لمنطقة عين الشق ساهموني، ومن الواجب عليا أنني ندخل في إطار الدور الرقابي، الدور التشريعي اللي تيملكوا لي الدستور، أنني نتواصل مع مجلس مقاطعه عين الشق، نقل الافكار الاسئله الكتابيه والشفويه لقبه البرلمان، وبدوري ذاك العمليه اللي دارها مجلس مقاطعه عين الشق اليوم مع الساكنه، فانا غنلعبوا بشكل ثلاثي مع مجلس المقاطعه، مع الفعاليات الجمعيه بالمنطقه، وبدوري كذلك كبرلمانيه. اذا انا والله لا احس بالعياء، حسن الحياة اللي كان مشى، فرحة كبيرة، وخديت دروس، تنبهت على أنه ربما كنت مركزة على العمل البرلماني. حاليا أنا أعد من خلال هذا التصريح أنني سأولي وأني سألتفت لمجلس مقاطعة عين الشق باش أنا ندير يدي في الجماعة، نحاول حتى أنا ندلي بدلوي ما يمكن أن نعطيه كإضافة لمنطقة عين الشق، ماشي خاصة ولكن كقطعة، إلى جانب ما يمكن نعطيه في باقي المقاطعات، باعتبار أنني برلماني عن جهة الدار البيضاء اللي ما فيهاش غير الدار البيضاء، فيها ربما بن سليمان والمحمدية وحد السوالم وبرشيد وسطات. الله يقدرنا على كيف تنسوش تابونا وفلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.